مساء الخير عليكم. الفيديو ده موجه لكل الطلبة وأولياء الأمور اللي حابين يسجلوا في البريتش كونسل as private candidate وأول مرة يسجلوا معانا. طبعا احنا عارفين ان اكتوبر نوفمبر فتح، والطلبة حابة دلوقتي تتعلم ازاي تسجل وما تقعش في اي غلطة في التسجيل. حبيت يبقى اللي يشرح لنا الموضوع ده طالبة كانت عندي ما شاء الله عليها دلوقتي، دكتورة منى، اهلا بيكي. يا دكتورة، ازي حضرتك؟ الحمد لله، كانت معايا في الاو ليفل والاي اف، ما شاء الله محققه سكور عالي. فمنى حباكي النهارده تشرح لنا على ازاي انا كطالب، اعتبريني كده طالب لسه اول مره خالص اسجل في البريتش كونسل، وعايزاكي تشرحي لي كل الستبس واحده واحده ازاي اقدر اسجل من غير ما اعمل اي غلطه. تمام. طب بص، هو اولا انا احب اقول شكرا ان انتي استضفتيني في الفيديو الجميل ده، بلس ان انا بجد مش هبقى في المكان اللي انا فيه بالدرجات اللي انا فيها دي، يعني without your help. بجد حضرتك ساعدتيني كتير قوي، انت يا منى فثانك طالبة يو. متفوقة وتستاهلي اكتر من كده كمان. تسلميلي. ماشي، دلوقتي احنا اول حاجة نعملها ان احنا ندخل على الجوجل سيرش عادي تمام. كده، باين. لا مش هو، ايوه كده تمام. اوكي. تمام، فاحنا هنكتب British Council، وهو المفروض ان بيدخلك على British Council في الكويت او في اي country انت فيها، based على اللوكيشن بتاعك ان هو مفتوح يعني. تمام. فهو ده الويب سايت. اوكي، احنا كده هناخد كوبي منه وان شاء الله في الكومنتس هنكون حاطينه لكل الطلبة اللي حابة تدخل تسجل، يعني اللينك ده هيكون موجود في الكومنتس. تمام. طيب، احنا اول ما نفتح هنلاقي الايلتس، فاحنا ده ملناش دعوه بيه. تمام. ففي فوق هنا مكتوب take an exam، نروح على تاني واحده مكتوب عليها IGCSE International GCSE و school exams. تمام تاني نعيد بس الستاب دي، هرجع تاني على تيك اكزام وهختار اي جي سي اس اي انترناشونال جي سي اي اند سكول اكزام. تمام اوكي تمام، نكمل. بعدين لما نسكرول تحت شويه في حاجه اسمها register now، تمام دي هندوس عليها هيفتح لنا الصفحة وفيها شوية information. جميل. بعدين هندوس هنا على step 1 وهيقعد من يحكي اول لنا بقى. complete your registration online، أيوة دي الصفحة اللي احنا هتودينا ان احنا ازاي نسجل. بالظبط، فهيحكي الأول عن ان كامبريدج وبعدين ادكسل، تمام وهيقعد يقول كلام يعني. في تمام هنا بالأزرق مكتوب here click اللي here to عندك start your بيرسون registration. ادكسل هندخل على هير. أيوة، تمام فهنا هيسأل ال student أو ال candidate عايش فين. فأنت، أنا عايشة في الكويت، فأنا اخترت هنا كويت. بيرفكت. بعدين هندوس continue، هيقولك ال awarding body اللي هو ال exam board. تمام هنا في 3، احنا ايدكسل، كامبريدج، أيوة و اوكسفورد. احنا Oxford. دلوقتي هنعمل اكزامبل ايدكسل كاني طالب بسجل ماده ايدكسل. حلو. السيشن هو دلوقتي ما فيش غير سيشن واحدة بس اللي هي نوفمبر، تمام والكواليفيكيشن بيبقى فيه 3، جي سي اي و اي جي سي اس اي والانترناشنال اي اس او طب اي اشرح ليفل. لنا الجي سي اي اي والاي جي سي اس اي والانترناشونال ادفانسد ليفل ايه؟ تمام، الجي سي اس اي ده بيكون الناشونال جي سي اس اي اللي هو بياخدوه في اليو كي مثلا. تمام ده مش احنا تبعنا. بناخد لا ده مش تبعنا، احنا بناخد الاي جي سي اس اي اللي هي الانترناشونال، وهو ده اللي احنا بنمتحنه سواء في المدارس او مع البريتش كونسل. تمام الانترناشونال اي ليفل ده اللي هو بيبقى بعد الاي جي سي اس اي وبعد الاو ليفل، تمام اللي هو المستوى بيبقى المتقدم اللي بنقول عليه ايه. تمام اللي هو عامة الناس بتاخده جنرالي بياخدوه في يير 12 تمام احنا 12 عندنا و 13 يعني. عندنا كده اللي احنا بنسجل فيه، يا اما انت لو طالب اي جي اول مره تسجل خالص فانت بتسجل اي جي سي اس اي، لو انت طالب خلصت الاي جي او ليفل يعني هتاخد الاي اس او الاي 2 ليفل اللي هو الادفانسد ليفل، هتاخد الايكون الثانيه اللي فيها الادفانسد. بالظبط، تمام واللوكيشن برضو حسب عندنا هنا يعني في الكويت البريتش كونسل، فما فيش غيرها. هنيجي هنا بقى عشان نختار السبجكتس. ف let's say احنا الأول هناخد chemistry و you can pick more than one، يعني هنفتح أنا دلوقتي يكون اكتر من واحده اسجل من اكتر من واحده. جميل بالظبط ده الكيمستري والكود بتاعها 4CH1، ولازم تتأكد من الكود عشان تعرف السبجكت اللي انت عايزها. تمام تمام وبعدين مثلا فيزيكس، الفيزيكس الكود بتاعها 4PH1. مثلا الهيومن بيولوجي
المادة الهيومن المفروض بيولوجي اهي 4HB1. حلو جدا، ممكن ناخد اكتر من مادة. let's see مثلا ان احنا هناخد كيمستري مثلا، يعني خلينا الاول نختار الكيمستري. اي تمام، اوكي عملنا كليك على الكيمستري، انا يعني كده هناخد مختارة مادة مادة. 3 subjects. خلينا الاول ناخد مادة مادة عشان نوري الطالب ازاي ماشي يقدر يسجل. تمام، اهي بعد ما اخترنا المادة هندوس search، تمام اهي دي بيقول لك السبجكت ايه، وريتن بيبرز فيها كام بيبر، هنا فيها بيبر 1 وبيبر 2، بيرفكت وبيقول لك البرايس بتاع السبجكت. تمام بيرفكت، يعني البيبرز بتاعتي وهيوديه زي الكود والفي بتاعي بتاع التسجيل. تمام بالظبط. طب عايزه احنا اختار كده ماده كمان مثلا فور اكزامبل بيولوجي مثلا. ماشي، البيولوجي الكود بتاعها 4BI1. تمام حلو، هي مكتوبة هنا فوق، لو هي مش باينة بس هي موجودة. من بعدين بنعمل سيرش تلاقيها نزلت تحت، تحت الكيمستري. طب عايزة كمان ف اختار فيزيكس. ماشي مفيش مشكلة، ننزل تحت ندوس على الفيزيكس، تمام وبعدين ندوس سيرش تمام اهي تحت. حلو جدا. لازم بعد ما نختار السبجكت ندوس على add to basket، بيرفكت بحيث ان هي تتحط وتبقى added علشان يعمل التوتال فيه. حلو جدا. بعد ما نخلص ونختار كل السبجكتس اللي احنا عايزينها، هنا فوق اول سبجكت انت اخترتها مكتوب go to basket، تمام هنا هيقولك التوتال اكزامز اللي انت اخترتهم. هنا احنا اخترنا 3، كيمستري وبيولوجي وفيزيكس، وبيقولك التوتال فيه بتوع ال 3 subject. تمام وهنا برضو يعني لازم ناخد بالنا من ال time او ال date اللي هو بتاع ال late fee، لأن up to يعني من دلوقتي لغاية يوم 8/9 هيبقى ال fee ده زي ما هو، ما تغيرش. بعد ال date ده هي add charges اسمها late fee، تمام فكل ما تسجل بدري كل ما ترتاح. تمام يعني هو احنا معانا كده التسجيل لحد يوم 8/9/2023، ده اخر يوم بالظبط valid انه يبقى النورمال بيه، يعني النورمال فيه بتاعنا ده نورمال، بعد كده يبقى ليت بالظبط. هو بيكون طبعا مبلغ اعلى من ده. احنا هنا بقى يعني لو let's say انت نسيت انك تأد a subject، ممكن ترجع هنا وتدوس add another exam. تمام يعني ممكن لو انا بعد ما خلصت نسيت في سبجكت معين انا عايزه اضيفه هرجع تاني add another exam. بالظبط، غير تمام كده ندوس register and continue، تمام انا طالب اول مره اسجل خالص ما عنديش اي ويبقى حساب. sign، فهندوس sign up هنا تحت. log in دي لو انت عندك account. في ناس بيكون عندها accounts بس عشان عملوا مثلا امتحان IELTS او عملوا حاجة مع البريتش كونسل، بغض النظر ان هي كانت IG ولا لا، فبيكون عندهم account. يعني انا حتى بس لو انا كنت امتحنت ايلت ادخل عن طريق برضو الاكونت القديم بتاعي ولا لا بالظبط، اعمل واحد جديد؟ لا تقدر تدخل من الاكونت بتاع اللي انت عملت sign in بيه للIELTS. تمام معلومة مهمة، اللي كان مسجل في بريتش كونسل امتحان ايلتس مثلا او اي حاجة يقدر يسجل بيدخل يعمل لوجن ان على طول. طيب انا طالب بالظبط لا ما امتحنتش ايلتس واول مرة خالص اسجل. خلاص، يبقى ندوس على sign up، تمام هتجيلك الصفحة دي، هتعمل register for a new account. هنا هتكتب ال first name، مثلا هنكتب منا. انا بكتب اسمي. تمام اوكي ما انا اكزامبل يعني اسمك اول اسمه الفيرست نيم هو اسمك انت منا واللاست نيم هو. ايوه طيب برضو في سؤال، انا طالب اسجل باسمي ولا البيرنت؟ طبعا هو اللي بيسجل للطالب فالبيرنت يسجل اسم الطالب باسم الطالب، اسم هو. لازم باسم الطالب، لان هو الطالب هو اللي هيمتحن. تمام ولما طالب تيجي يمتحن بالظبط، فلما تيجي تدخل برضه بعد البارت دي يعني، وهنشوفها سوا، ان بيطلب ايدنتيفيكيشن، فهيكون محتاج ايدنتيفيكيشن الطالب مش ولي الامر. تمام يعني الطالب يسجل اكونت باسمه هو. تمام بالظبط، بعدين ال date of birth. تمام المونث هير. تمام والإيميل تمام الايميل ده و... لازم يكون valid والطالب بيستخدمه لانه هيستقبل عليه ايه؟
بالظبط. هيكون هيبعت له مثلا الفاتورة ان هو دفع، وهيبعت له قبل الامتحان بتو ويكس مكان الامتحان وتفاصيل عنها، يعني مثلا الساعة كام، الريبورتنج تايم هيبقى الساعة كام كده، تمام، معلش المعلومة دي فطبعا لازم مهمة يكون قوي، valid. مهمة قوي قوي، انه الايميل اللي هنسجل بيه على البريتش كونسل، الايميل ده لازم يكون valid، واعمل حسابك ان ده اللي انت هتستقبل عليه كل المعلومات اللي البريتش كونسل هيبعتها لك بميعاد دخول المادة، تمام، بانك دلوقتي انك دفعت بكل التفاصيل، وستيتمنت اوف انتري بتدخل بتوصل عليه. بتبقى تقريبا 2 weeks before the exam، ولازم تتبع برضو يعني statement لازم. of entry اللي هي يا شباب، يعني بما انك اول مره تسجل، statement of entry هي الورقه اللي هتسمح لك انك تدخل الامتحان، بتوصل لك قبليها باسبوعين او ثلاثه على الايميل، ولازم تكون طابعها معاك وانت رايح الامتحان، صح كده؟ بالظبط. تمام. بعدين بنختار password. سواء كانت strong أو مش strong يعني مش هتفرق أوي، it's just for your protection يعني، أو protection بتاع ال account. بعدين هندوس complete account registration كده. هو خلاص عمل له activation، أو يعني ال account اتعمل، فبعت لك registration email على ال email بتاعك إنك تعمل activate لل account. تمام، يعني انت هيوصل لك ايميل من بريتش كونسل ان اكتيفيت يور اكونت. بالظبط. فاحنا نعمل ايه دلوقتي؟ ندخل على الايميل. خليني ادخل من هنا احسن، بدل ما ادخل من التليفون عشان تشوفوا ال اهو تمام باين تمام اهو، بيقول لك this account has been created و awaiting the approval. ف in order to approve registration please click on this link. فكل اللي هنعمله ان احنا ندوس هنا بس، فياخدك للصفحة تاني ويقول لك ان هو ايه activated. تمام فبعدها بقى تعمل log in، اللي هو تكتب الإيميل اللي أنت مسجل بيه، والباسورد اللي أنت حاططها. حلو كده، هنبدأ نحط ال candidate details. تمام اوكي. طيب انا طالب اول مرة اسجل. Who are you booking the test for؟ هو عادة بتبقى ماي سيلف عادي. تمام لو البيرنت هو اللي بيسجل لابنه او بنته يكتب برضه ماي سيلف، بس يملى ده بالانفورميشن بتاعة الطالب. بتاعت الطالب، كل حاجة الانفورميشن بتاعت الطالب، وهي صح؟ عادة بعد احنا عملنا ريجستريشن سوا صح؟ فبصي هي already given يعني مكتوب already، تمام يعني مش ناقص بس غير ال address. حاجة كمان لازم الطالب ياخد باله منها، هنا مكتوب ال first given name وما بين S، هنا لازم الطالب يكتب كل الأسماء. يعني مثلا أنا اسمي منة طلاع عصام الدين عبد الله محمد، ده last name، فأنا في تمام ال first name هكتب كل الأسماء دي زي اللي مكتوب في الباسبور بالظبط. اوكي، يعني الطالب يكتب اسمه الاسم كله لحد قبل اللاست نيم، لاست نيم بس اللي يتكتب محمد. بالظبط. تمام، يكتب الاسماء كلها اللي وعلشان عنده في الباسبور ما عدا اللاست نيم، يتكتب مكان اللاست نيم، يعني مثلا ايوه منة اهي طلاع عصام. تمام اوكي
نفس اللي مكتوب في الباسبور بالظبط. علشان ما يعملكوش مشكلة هناك، يقول لكم لا it's not the same person، تمام. لأن يعني حرام حصلت مع بابا قبل كده. طيب ف تمام. هنا ال native English is the native language، لا بالنسبة لي لا يعني. وال address هو يفضل ان هو يكون accurate تمام. بس مش شرط، لأن الحاجة اللي بيبقى عليها الاستريكس دي هي دي اللي لازم تفلت accurately. الحاجات اللي هتلاقيها مش عليها حاجة ممكن تسيبها فاضية، بس يعني يفضل انك تكتبها. تمام، هنكتب العنوان accurate مهم country تمام. هنا رقم التليفون دلوقتي مفيش حد بيستخدم تليفون، فنكتب الموبايل نمبر هنا. تمام. انا in my case ما اعتقدش ان هم استخدموا رقم التليفون خالص، كل حاجة كانت بتتبعت على الايميل. الإيميل yes. Then click next. التايتل بس، بعدين دوس نكست. اي هنا بقى هيقولك تختار الـ ID document اللي انت هتسجل بيها، والـ ID document دي لازم تاخدها معاك الـ exam center as identification يعني، تمام. مع الـ statement of entry. يعني احنا هنختار ويفضل الباسبورت. يفضل ان هي تكون الباسبورت، لان هو ده الـ international form of identification used. تمام. هنا هتكتب الـ ID اللي هو رقم الباسبور، والـ expiration date. تمام، رقم الباسبور في الاي دي دوكيمنت نمبر هيكون رقم الباسبور، بعد كده عادة بيبدأ بإيه والرقم بس بقى. يعني، تمام والـ identification. تمام هنا ده سؤال مهم، إذا الـ candidate امتحن قبل كده ولا لأ، سواء عن طريق الـ British Council أو مدرسة. تمام فإذا أنت امتحنت قبل كده هتدوس يس، هيطلبوا منك حاجة اسمها UCI. الـ UCI ده اختصار لـ Unique Candidates Identifier، ده بيكون رقم آخر يعني. أنت لو امتحنت قبل كده هيكون معاك already نسخة من الـ Identify الـ اسمها إيه دي؟ الـ Statement of Entry. تمام من تحت خالص على الشمال هتلاقي بخط رفيع كده مكتوب UCI ورقم 13 characters، في أرقام وفي letters. تمام فالرقم ده لازم يكون معاك على أساس إنك تحطه هنا علشان يقدروا يجمعوا كل الريكوردز بتاعتك في مكان واحد. اوكي. يعني بس نعيد تاني المعلومة، اتأكد ان انا فهمتها صح، انه لو انا امتحنت قبل كده سواء في مدرسة او عن طريق البريتش كونسل هيكون عندي يو سي اي نمبر، لو دي مش اول مرة بالظبط. انا بسجل فيها. لو انا ما سجلتش خالص قبل كده فبكتب نو. لو انا سجلت قبل كده بيبقى عندي اصلا الرقم ده وبكتبه عشان يجمعوا لي كل الشهادات بتاعتي، يبقى كل الريكوردز بتاعتي عندهم نفس بالظبط. الرقم. احنا اول مره نسجل فهنقول نو. فهنقول نو. تمام دي الامتحانات اللي احنا قلنا هندخلها، الكيمستري والبيولوجي والفيزيكس، وكل واحدة مكتوب عليها الفي بتاعتها. تمام هنخترع لهم تاريخ علشان اوكي. طب اي مام اي يير، واكتبي رقم نمبر احنا في يعني سنة اي كام؟ دي 2023 ايوه، فخليها 2023 25. ماشي لا خلاص. قصدي يعني ان على الاكسباير هتكسباير ديت. امتى، تمام بعدها بكام سنة. هنا بقى هيقول لك I accept مش البيرمت عارفة ايه، و بتاعتهم. ال statement of entry بتطلع at least 2 weeks before the start of the examination. مهمة جدا statement of entry، لان دي اللي هتدخل بيها الامتحان، وده هيقولك انت ايوه بتمتحن فين اصلا، في اي مكان. بالظبط. وهنا هي اللي بيقول لك ان you require to bring the documents لل examination hall اللي هي ال original statement of entry اللي هو هيبعتها لك بالايميل 2 weeks before the exam وتطبعها، و valid original photo
of the identity document. احنا قلنا ان احنا هنستخدم الباسبور، فانت بدل ما تاخد معاك صورة خد الباسبور نفسه بس ما تضيعهوش. تمام. بس كده لما تيجي تنزلي تحت accept complete registration، كل ده كل الكلام ده هيتبعت لك تاني برضو قبل الامتحان. ف هنا ال payment تمام you اوكي، can pay online أو دي كده تروح دي تدفع كده اخر هناك. ستيب صح كده، اه اخر ستيب. تمام، في كده اوبشن ان احنا ممكن ندفع كاش وممكن ندفع اونلاين صح كده. ممكن تدفع online وممكن تروح انت ال British Council تدفع هناك بنفسك. يعني انا كل المعلومات دي متسجلة وهي خلاص عندهم على خطوة الدفع، لو انا مش عندي كارت او مش عايزة ادفع اونلاين وعايزة اروح البريتش كونسل ادفع، لكن انا ممكن ادفع اونلاين عادي. بالظبط. تمام اوكي، في لسه حاجة تاني بعد كده مثلا؟ اوكي انا اخترت pay online، نشوف بعدها هيكون في حاجة ولا لا، بس I طب نخليها doubt. كاش مثلا، نخليها كاش يعني ماشي عشان لو في ستاب تانية نبقى عارفينها، طالب عارفها. هي تمام كده خلاص خلصنا، هو مفيش غير بس ال payment. دي تمام خلاص، بعد كده البيمنت هيقول لي كده كونفرميشن ايميل، هيوصل لي على الايميل ان انا كده دفعت. بالظبط. تمام خلاص كده، دي لاست ستيب. اه بس حاجة برضو to consider، من فوق مكتوب time to complete your payment is 1 hour، بيديك ساعة وربع بعد ما توصل للمرحلة بتاعة الدفع دي ان انت تكتب ال information معلومات بتاعة بتاعت الكارد. الكارد. اه بالظبط. بعدها بعد الساعة ونص دي اعتقد ان هو انك بتبدأ تاني، يعني بتختار المواد من جديد، بس اه ال information بتاعتك بتبقى موجودة، بس عليك انك تختار المواد تاني مش اكتر. شكرا ليكي جدا يا منى، العفو سعدتيني العفو يا بمجهودنا من دكتور، وقتك. العفو على ايه، بس ده انا حابه اقول الشرف ليا والله. الله يخليك يا منى، تسلمي لي، يعني كنت طالبه، انا نفسي اتشرفت بجد ان انا درست لك، من الناس الشاطره جدا. ما فيش كلام اصلا يعبر انت كنت شاطره ازاي، يعني كنت متفوقه ازاي. والله انا بحس بفخر والله لما تتكلمي عني بالطريقه دي. حبيبتي يا منى، تسلمي يا دكتور. كل طلبتنا تشوف الفيديو ده مرة واثنين وثلاثة عشان وانت بتسجل ما تعملش اي ميستيك وانت بتسجل. اهلا بيكو، حبيت بس اللي ما كانش يعرفني، انا دكتورة ايمان كيمستري تيتشر، بدرس الاي جي وبدرس الاي ليفل. شكرا ليكو، واستنوا منا فيديوهات كتير ان شاء الله بحاجات كتير انتم ما كنتوش تعرفوها وهتعرفوها لاول مرة معانا ان شاء الله. ثانك يو.